حول المكلف ودوره في شهر محرم وسفر. تفضل أبو جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. دور المكلف الإمامي الشيعي الموالي بلي للأئمة عليهم الصلاة والسلام أن يظهر الحزن في هذا الشهر. نعم. كيفية الإظهار، إظهار الحزن والحداد، هو في إقامة الشعائر الحسينية إما تأسيسا وإما حضورا. إذا ما قادر على تأسيس موكب، تأسيس حسينية أو حتى إقامة شعيرة معينة، يقولون مثلا يجمع مثلا ولد الطرف مثلا والمحلة والشارع، تعالوا خل نسوي مثلا هاي القراية، نسوي كذا تأسيس، أو لا ما يريد يأسس في الشيء، خلي يحضر ويا الناس، خلي يحضر مثلا في الحسينية، يحضر في المواكب، يحضر في مثلا في التعازي. هذا هو إظهار الحزن للموالي